طقوسنا طقوس كبار ما كانت ايام مدارس ملونه وما شابه ذلك. نعم. مدارس كلها جيشيه. لون واحد. لون واحد. زين. والساعه 5 الفجر اول ما بدينا الدراسه طبعا نبتدي من الساعه 5 صباحا. نعم. في ليل الشتاء بارده الفجر يكون عندنا قطع صوارم فيمر علينا سايق يودينا لين مدرسه مالك بن انس في العين. العين. نحن عن مغافه نبعد تقريبا 5 كيلومترات منطقه يسمونها صاع. هذا مسقط راسك. هذه نشأنا وترعرعنا فيها. نعم. نطلع من المدرسة الساعة 1 نوصل الساعة 6 المغرب أو الساعة 7 المغرب بيوتنا لا نشفع لا ننفع نروح نرقد على طول لا شيء وقت مذاكرة ولا شيء غير ونص الكتب كلنها الهوش. لكن رغم هذا الشظف اللي أقول لك إياه إلا أن هذيك الفترة طلعت رجال منهم الوزراء ومنهم المسؤولين ومنهم قادة جيش ومنهم قادة شرطة ومنهم وأجواءهم كانت هذه هي الأجواء جميلة. أبو محمد بينك أنت يعني كم عندك أخوان وشو ترتيبك بين أخوانك؟ أنا قبل الأخير أخواني بنتين نعم وثلاث أخوان وأنا الرابع بس أنا قبل الأخير أخوي علي آخر العنقود علي أصغر عنك أصغر عنه. جميل كيف كانت علاقتك بأخوانك في الصغر؟ لا شك علاقتي ويا علي علاقة مميزة لأن تقريبا في سن واحد ودخلنا المدرسة في سن واحد يعني الفرق بيننا سنتين بس. نعم دخلت مدرسة عسكرية أنت ظني ما بعد هنا حياتنا أقول لك كلها شظف دخلت مدرسة عسكرية نشوف أهلنا في الأسبوع مرة وبعد مدرسة عسكرية على طول القوات المسلحة ومن القوات المسلحة انتدبونا مصر. نعم دورات 4 سنوات تصور هذيك أنت يعني صار عندك في حياتك نقول محطات يعني من المنطقة اللي عشت فيها وتقول يعني تعطيها معنى الشظف ولكن الشظف الجميل إلى الحياة العسكرية وإلى مصر يعني خرج في صغرك رحت خارج الدولة درست 18 سنة عمرك اي نعم انبهرت أكيد إذا رحت يعني من هاي المنطقة رحت إلى جمهورية مصر العربية. جمهورية مصر كانت مصر بالنسبة لنا نحن نافذة نشوف منها الأعمال التلفزيونية تعرفنا على مصر من خلال التلفزيون في البداية قبل أن نزورها وكانت عندنا يعني فكرة مشبقة عن ما في مصر من زين وشين. نعم وصلنا مصر الفكرة هذه راحت على بالنا كل ما شو اسمه شارع قصر النيل والفنانين والفنانات والأدباء والكتاب والمسرح والمسرحيين كلهم هناك. جميل لكن انصدمنا بالحياة ما لها علاقة بالشيء هذا. سبحان الله. أول ما استقبلونا الساعة 5 تعرف جيش يعني وعشنا حياة 4 سنوات قاسية أقول لك شوي عليها. جميل. لكن خرجت أيضا ذكريات جميلة وظائف جميلة وكل منا راح في شانه بعد ما تخرج. سبحان الله. طيب أنا بردك بعد إلى والديك رحمة الله عليهم يعني كيف كانت علاقتك بوالدك؟ زمان غير التربية الحين لا تقول له شيء أساس لا يتعقد الحين كان تعقيد أبوه عندنا. زين. كانوا قساه رحومين فينا شوف الجملة كيف قساه رحومين فينا. نعم. كيف؟ قساء يبونك تطلع يعني يعطونك مثل على يارك او على رفيجك او على فلان طيار فلان دكتور فلان مهندس انت وين بتوصل؟ يستفزونك على اساس تنجح ولا يشوفك قابض كتاب ولا شيء اللي يعلق دائما.